احنا معانا تقرير من بعض النجوم اللي كانوا معاك في نادي الاتحاد، لما قلنا لهم عاوزين هنسجل معاكم عشان الكابتن شحته ضيفنا النهارده في حلقه المجري. احنا معانا كده هنشوف النجوم بيقولوا ايه ونرجع تاني لحضرتك. بتوع نادي الاتحاد. حلوه. اتفضل يا فندم. وانا الكابتن شحته اسكندراني ده اسطوره. اسطوره جت في كره القدم في السبعينات. مش كابتن بس، كان كابتن وقائد للفرقه. وكنا كلنا بنحبه ونحترمه ونقدره، كان فنياته عالية جدا جدا. وأول ما اختير في منتخب أفريقيا كان الكابتن شحتة. اختير في منتخب أفريقيا في السبعينات، وكان كان شرف لينا ولمصر كلها إن واحد زميل أخ فاضل لينا إنه يكون في منتخب أفريقيا، وكان لعيب ستاندنج كمان يعني. فكابتن شحتة ليه بصمات على كل واحد. كان بياخد الصغير بيرفعه، وكان هو اللي بيعلي رتم المباراة وهو اللي يهدي رتم المباراة، امتى يعليها وامتى يهديها. وكان صانع ألعاب ممتاز جدا، وكان شويت، يعني ما فيش صانع ألعاب يبقى شويت، صانع ألعاب وكان شويت. ده أحرز هدف في 73 من 35 ياردة في إكرامي، أخد بالك، هدف التعادل. وكان ترهاته فظيعة جدا جدا، وكان قيادي بمعنى الكلمة. يعني مش كابتن يا دوبك ينزل ياخد مثل التوس والاختيار، لا، كان بيسأل علينا وكان بيحاجينا، ولو واحد عنده مشكلة كان بيوقف جنبه وكان بيراعيه وكان بيشد من أجره، أخد بال حضرتك. فالكابتن شحتة ده أسطورة، أتمنى له طبعا موفور السعادة، وأتمنى له يا رب يذهب، وهو طول عمره نجم كبير، وأتمنى له كل صحة وسعادة. وببعت تهنئة لحبيبي واخويا الكابتن مصطفى عبده المجري. المجري كابتن مصطفى عبده من احسن ونوج مصر اللي جت على مر السنين. بقول له بهنيه وبقول له ربنا يوفقك في البرنامج وينجح البرنامج، طالما انت موجود البرنامج ان شاء الله هيكون موجود. طبعا احنا اول ما قابلنا طبعا ككابتن للفرقه كابتن شحته، وكان الكابتن علي قبله، بس جاء كابتن علي بطل وكابتن شحته بقى هو كابتن الفرقه. يعني الراجل ده كان حاجه مختلفه عن كل اللي الواحد شافه في الكوره. ايه الادب والاحترام والاخلاق العاليه. إيه تصور ان النهارده لما تبقى كابتن، الكلام ده حتى انا مش بشوفه الايام دي بتحصل، في لعيب بيلعب اساسي معاك ويصاب، بيقعد اسبوع شهر ثلاث اسابيع وبيجي ينزل بعد كده عشان يلعب مع الفريق، مع الفريق مكانه كلاعب اساسي، تلاقيه هو بيقول لك خد شارة الكابتن وهو يخش مع المجموعة وينزلك انت كابتن فرقة. فدي كان بيبقى لها وقع تاني مع اللعيب لما يراجع، لما يبقى راجع من إصابة. تعرف اللعيب بيبقى راجع من إصابة يعني ايه، بياخد وقت قبل ما يتأقلم، وبقى الآن والخوف والوجع القلب اللي انت بتبقى فاهمه ده في الكورة يعني، اخد بالك. فالشخص ده انسان مختلف عن كل الناس اللي الواحد شافها. معاك في السراء والضراء، يسأل عليك، بتيجي في تمرين ما تجيش يسأل عليك، هو اللي يسأل عليك، يعني هو اللي يسأل عليك مش حد تاني يسأل عليك. فهو كان بالنسبة لنا زي أخ كبير. أنا عايز ربنا يوفقه ويكرمه ويديله الصحة ويفرحه بأحفاده إن شاء الله، ويخليه لنا، لأنه هو ده فعلا أخ. إحنا لحد دلوقتي بنجتمع وبنتقابل وبنشوف بعض وبنسأل على بعض بالتليفونات، خصوصا الجيل القديم، المجموعة القديمة دي كلها، لأن كلنا كنا بنحب بعض. ما كانش في هدف غير انك تحب كنت بتلعب الكره عشان بتلعبها بمزاج، غير الوقت دلوقتي. كابتن شحته الكابتن احمد خليل نجم من نجوم كره القدم، والكابتن السيد كروان كان نجم من نجوم كره القدم في اتحاد اسكندريه، وعملوا اسم ليهم واسم النادي الاتحاد. بعد ما كل واحد يكلمك كده وقال لك كلمه، انت هترد عليهم تقول لهم ايه؟ احمد خليل كلم كويس عليا، والسيد لا اشكرهم على الاحساس بتاعهم كلهم والله. احمد خليل على اتصال، احنا بنتكلم مع بعض يعني، من سيد كروان وعصام شعبان، واحنا الجيل بتاعنا برضو احنا مع متصلين ببعض لسه. في بتقابله في وقت من الاوقات؟ طبعا. على طول ولا كل فتره؟ لا فترات برضو. فترات نعم. على اتصال ببعض يا كابتن؟ الاتصال موجود. هم جم اليوم ده عشان يتكلموا الكلام ده. فانت هتقول لهم ايه؟ قريب يعني هقول لهم متشكرين جدا من مشاعركم اللي انتوا بتتكلموا بيها.
هل العلاقة اللي بتفضل بين اللاعب لما يكون علاقة علاقة طيبة وعلاقة حسنة بين الأخوات أو بين النجوم أو بين الأصدقاء بتفضل دايما على طول، وهي دي اللي هي دي اللي دايما يا كابتن؟ ايوه طبعا، احنا كبرنا خلاص، احنا ربنا يديك العمر والصحه. يعني اجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى الحب. نعم، مش الكراهيه. لا 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 لا، الكراهيه الانسان يحب. الانسان يحب. طيب احنا معانا كمان بعض النجوم الثانيه لسه، احنا قاعدين لسه عندنا في بص اسئله كتير قوي كتير لسه يعني، فعندنا بعض النجوم بتوجه لك التحيه والتقدير، وهنسمع بيقولوا ايه وترجع تعلق على كلامهم تاني. ماشي، اتفضل. انا اعتقد ان مفيش حد في اسكندريه او في مصر اتاثر في بداياته في لعبه في الفريق الاول زي ما انا اتاثرت بالكابتن شحت. انا لعبت في الفريق الاول الحمد لله وانا تحت 16 سنه، فكان بالنسبه لي موضوع صعب جدا جدا ان انا في السن الصغير ده اطلع العب مع العمالقه اللي كانوا موجودين في الفريق الاول وقتها. انا دايما باستمرار في اي برنامج بطلع فيه لازم اذكرهم واحد واحد، من اول كابتن عرابي الله يرحمه، مرورا بقى بكل الناس اللي لعبت. لو قلت اسمها اقول اسماء كتير جدا جدا، لكن كلهم لهم فضل كبير جدا جدا عليا في المسانده وفي الدعم، وازاي يخلوك تقف على رجلك وتادي بالشكل اللي انت بتادي بيه. لكن كابتن شحته كان له وضع خاص معايا انا بشكل شخصي في بداياتي في الفريق الاول. انا اول مباراه لعبتها وانا 16 سنه مع الفريق الاول كانت ضد نادي المنصوره في اسكندريه. احنا الاول كنا بنلبس في النادي وبنركب من النادي نطلع على الاستاد، فاحنا في اوضه اللبس في النادي عندنا انا كنت قاعد جنب الكابتن شحته، وبعد ما لبسنا وقبل ما نتحرك نطلع على الاستاد كانت اول مباراه ليا، وطبعا كنت مرعوب ازاي هبدا وانا في السن الصغير ده العب مع الفريق الاول في الدوري. فكابتن شحته كان قاعد جنبي، فهو من خبراته حس ان انا متوتر وقلقان، فسالني وهو قاعد جنبي قال لي التيشيرت اللي انت لابسها لونها ايه؟ فانا استغربت على السؤال يعني، فقلت له خضره كابتن. قال لي واللي انا لابسها لونها ايه؟ قلت له خضره كابتن. قال لي خلاص انت بقيت في الملعب زيك زي ايه؟ كان الكابتن شحته كابتن نادي الاتحاد وكابتن منتخب مصر وكابتن منتخب افريقيا، وانا لسه ببدا اول مره في حياتي اشترك مع الفريق الاول. فالحقيقه قعد معايا واتكلم معايا شويه قبل ما نتحرك على الاستاد، شوية الكلام دول كان فيهم مفعول السحر زي ما بيتقال، اداني ثقة مش طبيعية، وعملت ماتش من أحسن ماتشات حياتي ونادي الاتحاد كسب 1-0 وأنا اللي سجلت الهدف. فكانت البداية في وجود الكابتن شحتة بشكل مختلف جدا، وأنا بتمرن معاه في الملعب، أنا ببص هو بيشتغل إزاي، بحاول أتعلم منه حتى لو جزء صغير على قد فكري في المرحلة السنية دي، إزاي أقدر أتعلم من الكابتن شحتة وإزاي أقدر أشتغل. تعامله مع زمايله، تعامله مع المنافس، تعامله مع الحكام، تعامله مع الجهاز الفني، تعامله مع الجماهير، كل ده في اختلاف كبير جدا 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 بين اي لعيب موجود على مر الاجيال وبين الكابتن شحته الاسكندراني. ازاي بيتعامل مع الناس دي بالكيفيه دي، ازاي الناس كلها بتحبه، اللي مش اتحدويه قبل الاتحدويه دي كانت وضع ودرجه فيها صعوبه كبيره جدا جدا، لو ما عرفتش تتعلم منه وتتعامل معاه في التدريب وفي معاملاته معانا خارج الملعب ازاي تبقى بتتعامل زي الكابتن شحته، لو عرفت توصل لجزء صغير من اللي هو كان فيه يبقى انت كده وصلت للقمه. كابتن شحته يعني السيره الطيبه والمعامله الطيبه اللي انت كنت لقيتها في بدايه حياتك وانت بتلعب في نادي الاتحاد انت بتكررها تاني مع اللاعبين اللي كانوا لسه طالعين، واهو مش انا اللي بقول الكلام ده، هي اللعيبه اللي بتقول الكلام ده. كتر خيرهم والله، ده مش كتر خيرهم، انت اصل انت كنت بتعمل حاجه جميله. انا بشجعهم لازم طبعا، يعني بدايه ان واحد هيخش يلعب بيبقى في هبه طبعا، انما في خوف تدي له ثقه بقى في نفسه خلاص هيكمل. يعني اللي اتعامل معاك وانت لسه طالع انت بتعمله مع النجوم اللي مع الولاد اللي لسه طالعين